وعلينا عباد الله ونحن في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان أن نكثر من الدعاء وسؤال ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يتقبل منا ما نقدم فيه. وقد كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يكثرون الدعاء أن يبلغهم الله شهر رمضان، وكان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا. فاللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في خير حال، واجعلنا فيه يا ربنا على خير حال، وسلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.